طيب طبعا اتكلمنا عن المقاصة الحقيقة، وقلنا برضو النهاردة كانت النتيجة صعبة جدا. خلينا نسأل ايه هي الاسباب، وهل هناك كلام عن مغادرة الكابتن ايهاب جلال الى نادي اخر؟ معنا المدير الرياضي طبعا لنادي مصر المقاصة كابتن سيد متولي. مساء الانوار يا ابو كباتن. مساء الأنوار يا كابتن مدحت، وتحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينك، ودايما كده منور الشاشة وبتمتعنا بآرائك الله الجميلة. يخليك يا كابتن، الله يخليك. اولا يعني كنت احب اكلمك في يوم غير يوم زي ده، لكن هي كره القدم وهارد لك يعني، وتتعوض ان شاء الله يعني. والله يا كابتن مدحت، يعني هو احنا بنمر بظروف صعبة جدا، كابتن إيهاب جلال في الفرقة، يعني إصابات حصلت عندنا وغيابات عندنا مأثرة على الفرقة بشكل كبير جدا، لكن برضو يعني احنا يمكن لما كانت الصفوف مكتملة كنا بنأدي بشكل متميز، وربنا وفقنا ان احنا قدرنا ان احنا نحقق عدد من النقاط بنشوفه ان هو يعني كان وفق طموحنا شيء جيد جدا جدا جدا. عندنا بخت في ظروف الغيابات اللي قلت لحضرتك عليها، لكن النهارده يعني حتى نص الملعب هشام محمد طبعا غايب، النهارده خالد قدسه اصيب في بدايه اللقاء، يعني اتأثرنا، لكن احنا الحمد لله يمكن عملنا شويه تدعيمات كده وفقا لاحتياجات الكابتن ايهاب جلال لما قعدنا معاه، واعتقد ان شاء الله باذن الله بعد ما الناس المصابين يعودوا والغيابات والفرقة تكتمل ويحصل انسجام من اللعيبة الجديدة، هنرجع تاني إن شاء الله بالشكل اللي الناس متعودة عليه لفرقة المقاصة مع كابتن إيهاب جلال. طيب انتوا ما شاء الله برضو ما زلتوا في موقع جيد. انتوا يعني 13 نقطة من 10 مباريات، يعني انت لو كسبت مباراة هتقفز 3 4 مراكز. ولكن كابتن سيد بيتردد بقوة ان الكابتن ايهاب جلال ربما يروح بيراميدز، خاصة بعد هزيمة بيراميدز النهاردة. هل عندك فكرة عن الكلام ده او بيتردد؟ والله يا كابتن مدحت، يعني الموضوع ده يمكن اتردد مع النادي الاسماعيلي من فترة برضو، يمكن احنا كنا طلعنا وردينا على الناس، احنا يعني المقاصة اولا رقم واحد هو نادي جماهيري بيمثل محافظة الفيوم، طبعا رقم اثنين احنا ناس عندنا استثمارات كشركة راعية جديدة، وكابتن ايهاب جلال احد اهم العناصر الاستثمارية في هذا المشروع، رقم ثلاثة ان احنا عندنا طموح زينا زي بيراميدز وزي الاسماعيلي ان احنا نبقى موجودين في المربع الذهبي ونشارك في الكونفدرالية، رقم اربعة ان يعني علاقة كابتن ايهاب جلال بالمقاصة اكبر بكتير من حاجة اسمها شرط جزائي. هو في شرط جزائي؟ طبعا، بس يعني مش هو ده الموضوع. انا فاهم، انا بس مجرد استفسار يعني. الحاجة الأهم من كل ده النهارده إن في لوائح اتحاد الكورة بتقول إن النهارده ما ينفعش المدرب يمشي، لازم أنت اللي تمشيه، لازم أنا اللي أمشيه، وده مش هيحصل مستحيل مع كابتن جلال. ما هو حد يقول لك إيه؟ طبعًا أنا اللي أنا هقوله ده هزار يعني، إن هو النهارده تعمد يتغلب أربعة عشان أنتوا تمشوه، طبعًا ده هزار يعني. اتفضل. لا طبعًا، ما أنا لا ده طبعًا أنا بنهزر يعني طبعًا. لا إحنا يعني كابتن إيهاب طبعًا. لا ده إيهاب جميل وراجل محترم ومدرب على مستوى راقي جدًا جدًا يعني. يعني الكلام ده كله كلام، مجرد كلام. مجرد كلام واجتهادات، وخلي بقى الحركة كابتن مدحت برضه في نقطة لازم اوصلها لسيادتك وكل الناس تبقى فاهماها. اتفضل. فريق مصر المقاصه اخر فريق في كل فرق الدوري بدا فتره الاعداد، احنا بدانا يوم 1/12، كان اول مباراه لينا يوم 15/12. يعني الفرق اللي بتلعب بدون فتره اعداد كافيه وبدون مرحله الانسجام هتيجي مع الوقت، مش مستعجلين، وعندنا ثقه كبيره جدا في الكابتن ايهاب جلال وفي مجموعه اللعيبه اللي موجوده، مجموعه اللعيبه اللي احنا ضمناها ان شاء الله هنعود وهنبقى منافسين بشكل جيد على المربع الذهبي باذن الله. طيب بالنسبه لمروان حمدي، مش كان ممكن تاخده اكتر من 12 مليون يا كابتن سيد؟ والله انا هقول لحضرتك برضه يا كابتن مدحت، احنا كنا ممكن ناخد اكتر من 12 مليون، لكن كان ده هيخلينا ان احنا ما نحطش نسبه من الإعارة أو إعادة البيع.
وانا من خلال متابعتي لمروان، مروان حضرتك من اللعيبه المتميزين جدا 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 كراس حربه، يمكن عمل موسم كبير جدا الموسم الماضي مع وادي دجله جدا جدا، وراح منتخب مصر مع كابتن حسام البدري، وانا يعني متابعه من لما كان موجود في النصر، قماشه كويسه جدا جدا، ولو حصل انسجام هيبقى اضافه كبيره لنادي الزمالك. احنا في الحقيقه يعني كنا في الطلبات بتاعتنا كابتن مدحت كنا واقعيين، علشان خاطر يعني فعلا مروان كان عنده الرغبه برضه، خليني اقول لحضرتك، لان مروان كان جاي له عرض سعودي، ما كانش عرض الزمالك هو العرض الوحيد. ايوه كان في عرض سعودي جاي لمروان، لكن مروان كان عايز يعني ان هو يقفز خطوه ان هو يبقى موجود في احد انديه القمه طبعا، وبالتالي كانت رغبته في انه يبقى موجود في نادي الزمالك كانت بالنسبه لنا شيء بصينا له وبصينا لمصلحه الولد. هو راح اعاره ولا نهائي يا كابتن سيد؟ لا لا حضرتك رايح بيع نهائي. بيع نهائي بالظبط. انتوا بعتوه ب10 تقريبا؟ لا انا حضرتك بعناه ب 11 ب 11 و 15% من اعارته او اعاده بيعه. من اعارته او اعاده بيعه ليكوا 15%. لينا 15%. جيد، شيء جيد، شيء جيد. يعني انا اولا سعيد بمكالمتك يا كابتن سيد، واتمنى لكم كل توفيق. بشكرك جدا، وانا اللي سعيد اني موجود مع حضرتك، ودايما كده بتمتعنا يا كابتن مدحت، وبتدينا وجبه رياضيه كده فعلا مصر كلها بتبقى سهرانه تتفرج عليها. الله يخليك يا كابتن، متشكر يا كابتن سيد، اشكرك شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.